قرار موازنة 2023 و2024 و2025. بعد أن أعلنت الحكومة العراقية أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة 3 سنوات إلى البرلمان بواقع 140 مليار دولار للعام الواحد، أكد مجلس النواب أنه بدأ بإجراء المناقشات اللازمة تمهيداً لإقرارها. أن الموازنة إن قرت ستقر في بداية الشهر الخامس، وذلك لأن هناك كثير من الملاحظات التي ستطرحها الكتل السياسية، ومعظم الكتل السياسية تحاول أن تجد مكان لها في هذه الموازنة. المفروض تترك هذه الموازنة لأصحاب الاختصاص باعتبارها قانون كما ذكرت، وباعتبار أن اليوم الموازنة بأمس الحاجة إلها كحكومة حتى تبدأ العمل. لكن ما رأيته من تغريدات لأعضاء مجلس النواب لم يتم إقرارها بشكل سهل، لا زال الخلاف قائم على حصة إقليم كردستان. مشروع قانون الموازنة بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين، إلا إن المقلق في هذه الموازنة هو العجز الذي يصل إلى 48 مليار دولار. هذه الموازنات هي موازنات أغلبها تشغيلية، أي لدفع الرواتب فقط، ونسبة الرواتب العالية لموظفي الدولة تأخذ الحيز الأكبر من الميزانية العامة. ونحن الآن حاليا في الحزب الشيوعي العراقي قد أقمنا دعوة بالمطالبة على وجوب أن تكون هنالك حسابات ختامية سابقة للموازنات السابقة. وفي الوقت الذي أثارت عملية إعداد الحكومة العراقية للموازنة المالية ل3 سنوات جدلاً قانونياً وسياسياً، أكد خبراء قانونيون جواز قيام الحكومة بدمج موازنة 3 سنوات وفق الدستور العراقي. تبدي قوى سياسية مخاوف من إمكانية صمود أسعار النفط لكون الحكومة العراقية حددت سعر البرميل في الموازنة بنحو 75 دولار، بينما هبطت أسعار النفط إلى ما دون 70 دولار للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع. سجى صهيب، اليوم، بغداد.